واحد قد كأنك يشيش مضيعني اليوم في مشروع ديال 2 مليار واش انا القزيع السيد في لاكلينيك تيموت وانت تاخذ لي في المارشيات ديالو ومالي انا اللي مرضتو فيلم نتمناو عليه ان شاء الله بحول الله على ان هذا الفيلم اللي احنا وقع عليه هذا تبارك الله هذا التمييز لا في الحضور ولا نتمنى ان يحقق طموحاتنا من بعد تجربتنا الطويله ديال خمسه ديال العقود الشراكه ديالنا والعطاءات ديالنا في المسرح وفي التلفزيون. نتمنى انه يكون ان شاء الله هذا العمل كيحقق طموحات الشعب المغربي. نتمناو الخير. احنا لقينا الحمد لله على ملي تعرض علينا الفيلم لقينا على انه فيلم المستوى لا انتاجا ولا اخراجا ولا حتى الطاقم اللي مشارك في الفيلم، يعني هذه اللمه هذه يمكن تعطينا واحد الطعم جديد اللي غادي نقتسموه جميعا ان شاء الله. سعيد جدا بالحضور ديالي باش نشوف الافتتاح ديال الفيلم اللي مشاركة فيه لالا نزهة وفدي محمد جم وواحد العدد ديال الفنانين اللي هما اصدقاء ديالي وسعد غايب وانا كنوب عليه دابا كنتمنى نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله يا رب. الاضافه غتكون زوينه ولكن انا عاد غنشوف الفيلم باش نقول الراي ديالي. اكيد غيكون زوين لانه الناس مشتاقين انهم يشوفوا هاد الوجوه مول في كيشوفوهم في المسرح غيشوفوهم الان في السينما. يعني فكره زوينه غنشوفوا السينما والمسرح غنشوفوا المسرح سينمائي.